ولي ما تيخليهاش تحرك نهائيا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عايشة إسقاطات، إسقاطات كثيرة، مستوى العاطفي، مستوى الصحي، مستوى النفسي. كيف قلت قبيلة كان بإمكاننا نكونوا أحسن في أحسن. حنا كنمشيو دابا بحال الخلفات ديال لا تورتو. علاش كان خصنا نكونوا أحسن؟ لأن عندنا شغل شاغل هاجس ديال ولدي ولد وليداتي ديال خوهم ود عائلتي ديال ولدهم. أنا اللي كنقول مشي عنده 17 امبوسيبل يكون هو واعي بشنو دار ولا صاوب داكشي بيدو، زعما مشى عنده شو ما مجدهم زعما قبل ولا شي حاجه. هادشي اللي تنقول. اما التاثير ديال الدار اللي مشاو ينشط رات في الدار اللي خدا الباك خداها واللي زوج ولادو زوجهم واللي حنا دابا تلا جاعس بنتنا ولا ولدنا ما غاديش نكونوا. علاش نتحرموا من هذا الحق كمواطنين؟ علاش؟ علاش يموت قدرات يدي ربي؟ ولدي مات ندفنوه نبكي عليه بحال اللي كيموتوا لنا الوليدات والاباء والامهات. عادي جدا، قضاء الله وقدره. ولكن باش نبقاو متسرين هكا راه هي كتقول لك انا خايك كان مات. المهم العفو خانا مات، الموت حنا مامنين بها. مي هكا راه كلشي مشغول، كلشي مشغول. وهالهاجس ديال اللي قالت ساره، هذا الهاجس كنعيشوه يومي يومي. كاين شي واحد يقول لك لا ما تنبغيش نقلب المواجع. لا لا لا، يقلب لي المواجع. انا ما عنديش موضوع الا تهامي، به كنعس، به كنصلي، به كناكل، به كنشرب. ملي البسطام ديالي كنحلو وكنصفي تصورت ولدي، يستحيل واش ولدي ما غن هنا تنكون بصح مشيت لقبرو. اولا وليدي شتو حي حي يرزق قبالتي.